السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة ان شاء الله انا هكلمكم على سر عظيم ومجرد في سورة الواقعة. بإذن الله لو فعلت السر اللي هقوله لك ده الخاص بسورة الواقعة، بإذن الله سيجعل الله لك المستحيل ممكنا. ولو كنت عايز اي امنية او اي هدف او اي شيء تريد ان تحصل عليه باذن الله ثم فضل هذا السر الموجود في هذه السورة الكريمة، باذن الله تستطيع ان انت تصل اليه بكل سهولة. في البداية محتاج اقول لكم ان انا اتكلمت كتير جدا عن فوائد واسرار خاصة بسورة الواقعة. وطبعا يا جماعة الناس اللي جربت الاسرار الخاصة بسورة الواقعة، انا طبعا ما بحبش اكتب تعليقات كتير بس والله بيحصل معاهم معجزات، لان سورة الواقعة كان من الوارد يعني عنها ان هي اللي بيقرأها ما بيصيبهوش فاقة او ولا بيصيبه فقر ابدا. وكان بيطلق عليها من كتر ما السورة دي كانت عظيمة يا جماعة، كان بيطلق عليها بأن هي سورة الغنى، يعني كان العلماء والزهاد وكده كانوا بيطلقوا عليها أن هي سورة الغنى نظرا للفوائد والثمرات الكثيرة جدا الموجودة في هذه السورة. وفي هذا الفيديو بإذن الله هكلمك عن سر واحد بس، السر ده لو عملته اللي هو الخاص بسورة الواقعة، لو عملته مرة واحدة بس بإذن الله، أولا ستتحول حياتك بإذن الله من الصعوبة ومن المشاكل إلى السهولة والرخاء، من العقبات والأزمات إلى الراحة والاستقرار. إذا كنت فقير أو عندك نقص في الأموال أو عندك مشاكل خاصة بالأسرة أو مشاكل خاصة بالزواج، كل هذه المشاكل ستحل، فهي هتفيدك في حل المشاكل وهتفيدك في تيسير أمورك كلها وهتفيدك في جلب الغنى والرزق والمال والصروف. فبالتالي شوف الثمرات اللي أنا قايلها لك دي، وعلى فكرة أنا مش مبالغ في الكلام ده، انا مش مبالغ في الكلام اللي انا قلته، فعلا ده اللي هيتحقق معاك بفضل الله لو طبقت السر العظيم اللي انا هقوله لك النهارده. فبالتالي كل اللي طالبه منك حاجتين بس. الحاجه الاولانيه ان انت هتيجي في اي يوم وتبقى متوجه للقبله وتبقى عندك من جواك كده يقين تلجأ لله. تاني حاجه محتاجك تعملها ان انت تبقى واضع رائحه طيبه وتقعد في جوف الليل. يعني انا طالب منك طلبين، تصفي ذهنك عن اي مشكله ويبقى عندك ثقه في الله ان ربنا هيغير حياتك كلها. تاني حاجة ان انت تصفي ذهنك خالص من اي مشكلة واي ازمة مهما كانت انت بتواجهها. طب ايه هي السر يا عبد الله؟ هبدأ في ذكر السر والتفاصيل، بس قبل ما ابدأ اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوة تعلم بالتوفيق. ويلا بينا على طول يا جماعة نبدأ في ذكر التفاصيل والسر ان شاء الله. طبعا السر اللي هكلمكم عليه النهاردة يا جماعة بإذن الله هو ان انت كل اللي هطلبه منك ان انت تيجي بجوف الليل، واول حاجه هتعملها هتقرا سوره الواقعه بالعدد 3 مرات. خلي بالك في الشروط اللي اقولها لك لان دي مهمه، تقرا سوره الواقعه 3 مرات. بعد ما هتقرا سوره الواقعه 3 مرات تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مره. انا عارف ان هي صعبه بس والله العظيم قويه يا جماعه. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مره. ايه بالصيغه ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغه 1000 مره. طيب إن لم تستطع على 1000 فمن الممكن أن تجزئها في يومك، يعني ممكن تجزئها، مش شرط تقولها في جوف الليل بالظبط، ممكن تجزئها بس أنا أفضل إن أنت تقولها 1000 مرة على السبحة. طيب أنا دلوقتي يا عبد الله قرأت سورة الواقعة 3 مرات وبعد كده صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة. تالت وآخر خطوة إيه؟ تالت وآخر خطوة في الفايدة وأهم خطوة برضو من أهم الخطوات في الفايدة، إن أنت بإذن الله هتستغفر الله عز وجل 256 مرة بالصيغة اللي هقولها لك دي، وهي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. على فكرة الطريقة دي مجربة، الطريقة دي قوية جدا، بإذن الله اعملها بالطريقة اللي أنا قلتها لك دي، والسر العظيم ده اعمله بنفس الطريقة بإذن الله زي ما قلت لك، هتفيدك جدا في جلب الغنى، هتفيدك جدا في إزالة كل همومك، هتفيدك جدا في زوال الصعوبات والمشاكل والأزمات مهما كانت الأزمات والمشاكل اللي بتواجهها هتستطيع إن أنت تنتصر عليها. فأتمنى تطبقوا الفايدة دي، وبكده يكون الفيديو خلص. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.